عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عجينه البيتزا. اول حاجه هنقول بسم الله. معانا كيلو دقيق، تمام، كيلو دقيق كامل، تقريبا 6 كوبايات دقيق. معانا هنا بيضه واحده بس، درجه حراره الغرفه زي ما قلنا. هنا معايا معلقه كبيره خميره، يدوب طرف معلقه بس بيكنج باودر. معايا هنا معلقة صغيرة سكر ونص معلقة ملح، تمام. معايا هنا علبة زبادي واحدة، علبة واحدة بس زبادي، تمام. هنبدأ نحط المكونات الجافة أول حاجة مع بعض. أول حاجة هنحط الخميرة، بسم الله. نحط البيكنج باودر، نحط الملح والسكر، تمام. ونحط بعد كده البيضة، واخر حاجة الزبادي. وبعدين هيكون معانا هنا مية دافية للعجن هنعجن بيها. اول حاجة هنخلط المكونات بس مع بعض بالراحة، وبعد كده نبدأ نضيف المية واحدة واحدة. اخر خطوة خالص هيبقى معانا حبة زيت في ايدينا، هنلم بيهم بس العجينة، احنا مش هنعجن بزيت ولا هنعجن بحاجة، تمام. هنخلط بس الزبادي مع البيض مع المكونات التانية الجافة كويس قوي، وبعد كده نبدأ نضيف المية. المية ضروري تبقى دافية عشان ما تعجنش معانا. اوكي، العجينة دي تصلح لكل المعجنات. عايز تعملي بيتزا، عايز تعملي فطاير، عايز تعملي عيش، حتى العيش فينو تنفع فيه. الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل معاكم بنفس العجينه دي خليه النحل. مش عارفه اذا كلكم تعرفوها ولا لا، تمام. هنبدا بقى نضيف حبه حبه ميه ونعجن. هنخلي العجينة مش متماسكة قوي ولا لازقة في الايد قوي. طبعا المية حسب ما هتحتاج العجينة، مش هقدر اقولك ايه مقادير معينة او كم معين من المية، حسب ما تحتاج العجينة معايا هنحط، تمام. انتي هتشوفي العجينه معاكي بقت كويسه ولمت كده معاكي، بس بقت يدوب بتلزق شويه، هو ده ايه القوام المطلوب. شفتي ان العجينه لسه محتاجه وعايزه تتلم، حطي ميه كمان، تمام. هلم العجينه كويس قوي وارجع لكم تاني قبل ما احط الزيت الخطوه النهائيه، واشوف شكل العجينه بقى عامل ازاي في الاخر. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد ما اهو لميت العجينه، خلاص بقت اهي بتعمل كده، بقت بتلزق شويه في الايد، تمام، بس ايه مش جامد، قليل. هنحط زيت يدوب قد كف ايدك بس، مش كتير، بس شايفه، نحطه ونبدأ نلم بيه العجينة. ما تحطيش زيت كتير عشان ما تبقاش مزيتة قوي، ممكن ما تحطيش زيت كمان، ممكن تحطي زبدة، حتة زبدة كده بدرجة حرارة الغرفة في الاخر خالص، تقومي حطاها على العجينة، عجينها كويس قوي، شايفين بقى ناعمة وحلوة ازاي. لغاية ما الزيت
يندمج تاني. عايزه تنزليها على الرخامه وتعجني براحتك، عايزه تخليها كده وتعجني في الطبق براحتك كده. خلاص ده القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. تمام، هي بقت ناعمه وحلوه وهي ما بتلزقش ولا حاجه. هنسيبها هنا بقى تخمر لمدة ساعة. تمام، ونرجع تاني نشوف بعد ما خمرت هتبقى شكلها عامل ازاي ونبدأ نشتغل عليها. استنوا. ورجعنا تاني اهي بعد ما فات تقريبا ساعة وشوية على العجينة، اهي خمرت، شايفين خمرت ازاي. تمام، خمرت اهي وبقت زي الفل. معانا المكونات اللي هنحطها، اول حاجه اهي معانا صلصه مصاص البيتزا. تمام، معايا هنا فلفل الوان، وفي هنا برضو فلفل حامي للي يحب. اوكي، معايا طماطم مقطعينها شرايح كده. معايا هنا كمان البصل. البصل في خطوه مهمه جدا المفروض تعمليها اول ما تقطعيه، تحطيه في طبق كده وتحطي عليه ملح كتير 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 عشان، وتسيبيه شويه عشان يشيل الحراق اللي فيه، يعني ما يبقاش البصل حراق. تمام، بعد كده طبعا قبل ما تحطيه على البيتزا تقومي غسلاه. اوكي، معايا هنا سوسيس، وهنا لانشون فراخ. طبعا بتحبي لحمه مفرومه حطي، بتحبي تونة، بتحبي فراخ صدور فراخ عادي حطي زي ما انت عايزة. الخطوات دي عادي براحتك. وطبعا في الاخر هيبقى معانا الجبنة الموتزاريلا في الاخر، دي بنحطها بعد كده خالص في التزيين الاخير بعد ما بنطلعها من الفرن. تمام، هنجيب بقى الصواني بتاعتنا ونبدأ نفردها مع بعض ونشوف الخطوات بالظبط هتبقى عاملة ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني اهي، الصينيه معايا اهي دهنتها شويه زيت بس بسيط قوي. تمام، وحطيت اهي العجينه ونبدا نقول بسم الله ونفرد واحده واحده. عايزه بقى تحطي عجينه كتير عشان تخلي سمك البيتزا كبير عالي. حطي كده، حطي عجينه كتير. انا بفضل ان السمك بتاعها يكون وسط، مش بحبه ان هو يكون عالي قوي، بحبه يكون رفيع، تبقى البيتزا رقيقه بس طبعا مش رقيقه قوي يعني. تمام كده اهي بتتفرد معايا اهي. لقيتيها ما بتتفردش معاكي كويس بتقومي سايباها في الصينيه كده، تسيبيها 5 دقايق بالظبط وترجعي تفردي تاني، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله. هي ما شاء الله فردها كويس وسريع، مش محتاجه مجهود خالص. خدي بالك تفردي جامد فتتقطع منك العجينه، تتقطع منك. اوكي كده تقريبا اتفردت وبقت حلوة. هسيبها برضو 5 دقايق بالظبط تتضاعف بس حجمها، مش تتضاعف يعني، يدوب 5 دقايق بس اللي هو ايه ترتاح شوية، وبعد كده هبدأ احط معاها بقى الصلصة والمكونات. 5 دقايق بالظبط وارجع لكم. تمام كده اهي اتفردت معايا كويس جدا. هنبدأ بقى نحط صلصة البيتزا عليها. تمام كده، حطي واحدة واحدة بالراحة. تمام، صلصة البيتزا بقى لو انت عندك صلصة جاهزة جيبي الصلصة، بتتباع عادي في السوبر ماركت صلصة البيتزا. تمام، او لو ما عندكيش بتحطي حبه ثوم في كاسرولة على النار
وحبة زيت، تشوحيهم كده كويس. بعد كده تحطي الصلصة الكمية اللي انتي عايزاها، تحطي بقى عندك زعتر، عندك روزماري، عندك الحاجات اللي هي اللي بتتحط دي اللي انتي تحبيه، يعني البهارات اللي تحبيها، الملح، فلفل، تمام. وبتخليها تتسبك شوية على النار، وبتكون خلاص جهزت كده صلصة البيتزا معايا. تمام كده كويس، خلاص حطيت كده صلصة البيتزا. تمام هنحط بقى الطماطم، نحط حبة طماطم، طماطم شرايح، تمام. مش عايزة تحطي طماطم برضو عادي، مفيش مشكلة، عشان مش هحط كتير. تمام كده هنبدأ بعد الطماطم نحط لانشون الفراخ برضو بالكمية اللي تحبيها. عندك سوسيس برضو زي ما انا هعمل، وقلت لكم لو عندك تونة، لو عندك لحمة مفرومة متعصجة براحتك. تمام مش هكتر برضو كتير لانشون كده. تمام اوكي. تمام غسلت البصل بعد ما كنت حطاله ملح، الملح ده برضو ضروري انه يتحط عشان بيشيل ريحة البصل برضو زي ما قلت لكم، بيخليه ما يبقاش حراق. اوكي تقطعي شرايح، تقطعي جوانح، تقطعي دواير، التقطيع ده بيعتمد عليكي انتي، عايزة برضو تحطي كتير تحطي قليل براحتك. تمام كده البصل تمام كده معايا، نبدأ بقى نحط الفلفل. تمام كده اهو، اوكي حبة فلفل الوان كده على الوش يديله منظر. تمام كده اوكي. في فلفل حامي، حبيتي تحطي فلفل حامي براحتك، انا مش هعمله في كل الصواني لان انا مش باكل الفلفل الحامي. تمام كده اهي جهزت معايا بالمنظر ده اهو. هنكون مشغلين الفرن قبلها على درجة 180، هنحط الصينية فيه ونرجع بعد كده نشوفها بقت عاملة ازاي لما تخرج عشان نحط عليها على طول الموتزاريلا. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، كده طلعتها اهي من الفرن. تمام استوت خالص، شايفين الاطراف بتاعتها اهي مستوية. نبدأ بقى دلوقتي نحط الموتزاريلا على الوش. ما تحاولوش تحطوا الموتزاريلا على الجناب خالص في اطراف الصينية عشان ما تتحرقش. كتير 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 لان احلى حاجة اصلا في البيتزا الموتزاريلا بتاعتها، لما بتمط كده توجع القلب كده. اوكي تمام قوي، هندخلها الفرن دلوقتي. اول ما تسيح الموتزاريلا، نطلعها على طول، ما نسيبهاش تاخد لون لان مجرد ما تاخد لون هتبطل تمط معانا. تمام دخلها الفرن وطلعها ووريكو شكلها في الاخر بقى عامل ازاي. خليكم معايا. خلصت معايا البيتزا اهي، شايفين ساحت ازاي الموتزاريلا، نطلعنا حتة اهي من هنا. تمام اهي شايف رقيقة ازاي من تحت، اهي من تحت مستوية وكل حاجة اهي. العجينة هشة وجميلة ازاي ورقيقة. ندوق بقى. بسم الله. بتقرمش.
جميلة قوي، جربوها بالعجينة دي بالطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في حلقة جديدة من قناة مطبخ نيهو. باي باي.